أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. يبدو أن العراق سيتعرض لإغلاق جديد لمختلف المرافق الحيوية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بسبب تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا. هذا التصاعد تزامن مع تحذيرات وزارة الصحة وخلية الأزمة المشكلة لمتابعة الفيروس. حذروا أيضا من مغبة دخول سلالة جديدة إلى العراق، هي السلالة الأشد فتكا من سابقاتها. الموضوع هنا ربما سيجعل العراق يتساءل كيف ستتمكن المرافق الصحية العراقية من التعاطي والتعامل مع موجة جديدة وهي تعاني كثيرا بسبب ما جرى خلال السنوات القليلة الماضية، وأيضا بسبب الضغط الكبير الذي تعرضت له خلال العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا. الأمور في هذه المرحلة مختلفة وصعبة جدا على العراقيين بصورة عامة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية، بسبب نقص المعدات الطبية، وأيضا عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية الموضوعة. لكن الموضوع الأكبر والأهم هنا، ما الذي سيحدث في العراق إذا انتشرت هذه الموجة الجديدة؟ كيف ستتعاطى المؤسسات الصحية والمرافق الصحية مع الموضوع، وكيف سيكون الوضع في ظل أزمة مالية خانقة يعانيها العراق، وأيضا ما هو مصير العام الدراسي الذي ربما سيتوقف أيضا بسبب انتشار فيروس كورونا؟ متابعي الكرام، هذه عودة مرة أخرى إلى الزملاء في الاستوديوهات.